اتفقت وزارتا الاتصالات في السودان والسعودية على التعاون والعمل الاستراتيجي المشترك في مجال الاتصالات والتحول الرقمي وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحث الجانبان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتحول الرقمي ونقل التقنيات الحديثة والناشئة وممارسات الاقتصاد الرقمي والتطبيقات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال. دخلت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور في اجتماعات طارئة عقب الإعلان عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي. وأبلغ مصدر مطلع السودان الآن 24 أن مدينة الجنينة يسودها الحذر الشديد جراء التطورات الأمنية في دولة تشاد المجاورة للإقليم. وقعت وزارة المالية على اتفاقية منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كوفيد-19 والكوارث في البلاد. ووقع عن الوزارة دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية عن المصرف العربي. وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية دعم السودان للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وإزالة كل العقبات حتى يؤدي دوره المطلوب. التأم بمقر وزارة الخارجية اجتماع بين مريم الصادق المهدي وزير الخارجية وبراين شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم. وأطلعت وزير الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وأثيوبيا، وأوضحت أن السودان كان وما زال منفتحا لجميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات، ولكن حال تعنت الجانب الأثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات.